إذا عدت تاريخي في الرياضة، قد بدأت منذ زمن طويل. لعبت مع المنتخب الصومالي للتنس 5 مرات، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية كنت مدربا مسجلا في الاتحاد الصومالي للتنس. تمنعك الرياضة من أشياء كثيرة. بشكل عام تعتبر الرياضة معلما، وهي المكان الوحيد الذي يمكن أن يوجد فيه السلام، ويقاوم أشياء كثيرة بما في ذلك المخدرات والأفكار المتطرفة. يشارك اتحاد التنس الصومالي في البطولات الكبرى، وشارك مؤخرا في بطولة شرق ووسط إفريقيا. حققنا مركزا جيدا، ونحصل على دعم وتطوير من وزارة الرياضة والشباب. الأثرياء يلعبون التنس، ولكن في إفريقيا يلعبها الجميع. نحن دولة فقيرة، ومع ذلك نلعب التنس، وأنا سعيد جدا بجهود الاتحاد الصومالي للتنس. نعم، هناك العديد من الشباب الذين مثلوا الصومال، وهم من إنتاج اتحاد التنس الصومالي، وكنت مدربهم. الآن آخر الألعاب في الكويت الذي حققنا فيه مراكز جيدة، كان هناك شاب صومالي قمنا بتدريبه هنا. خالد أحمد أبو بكر لاعب لديه مستقبل جيد في التنس إذا واصل جهوده، ونحن من قبلنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك. سنرى ما سيحصل.